هم لما فيها اللي هي الاكسبانشن ديفايس او الاكسبانشن ماسك. مثل ما نعرف احنا بدينا باجزاء المنظومه الانبلاقيه، يعني بدينا بالكمبرسر والكوندنسر والايفابوريتر، اليوم راح ناخذ الجزء الاخير من اجزاء المنظومه الانبلاقيه الرئيسيه اللي هي الاكسبانشن ديفايس او الاكسبانشن ماسك. مثل ما نعرف الاكسبانشن ديفايس او الوالد تسمى ماسك ديفايس is the fourth component necessary for the compression refrigeration cycle function. يعني هي الجزء أو هي الفارق أو الجزء الرابع من الأساسي من المنظومة الانبلاقية. الإكسبانشن ديفايس هي دائما يعني مو مثل نقول هنا أنا يعني ليست ظاهرية مثل البقية في الأجزاء، خلينا نقول مثلا في معظم الأحيان تكون يعني شكلها مو ظاهر يعني الكمبريسر الكمبريسر يكون بسهوله الوصول الى ويكون واضح، بينما الاكسبانشن ديفايس او الاكسبانشن ديفايس تكون دائما يعني انفيزبل، يعني مو مخفيه ولكن تكون مكانها شويه غير ظاهر للعيان، دائما تكون موقعها بالايفابوريتر او الايفابوريتر من الكابينت. هنا الاكسبانشن ديفايس از نوت از فيزيبل فور ايفابوريتر اند كوندنسر، مثل يعني غير ظاهريه مثل الايفابوريتر والكوندنسر والكمبرسر، ولكن هي في معظم الاحيان تكون بالايفابوريتر كابينت، يعني دائما نوضعها او تكون موقعها بالكابينه مال ايفابوريتر او بجزء الايفابوريتر او قريبه من الايفابوريتر. الاكسبانشن ديفايس يعني تكون اما تكون يعني تكون على شكل فالف او فيكس بور، يعني مثل الكابلري تيوب. عندنا فيجر 24 يبين الاكسبانشن ديفايس اللي هي موجوده بالايفابوريتر، يعني عندي هنا هذا الجهاز اللي هو الايفابوريتر، الكابينه مال الايفابوريتر، هاي الايفابوريتر كويل، احنا هنا الايفابوريتر فان، هذا الليكويد والسكشن لاين مع كنبين، هنا هاي باوع هنا اللي مثل ديفايس او الاكسبانشن باوع، يعني مو بسهوله نشوفها مثل الايفابوريتر او مثل الكوندنسر او مثل الكومبرسر، لا شويه تكون مخفيه ومو واضحه بالشكل الكامل. فموقعها دائما يكون داخل الايفابوريتر كامل. الاكسبانشن ديفايس تكون اما على شكل فالف او تكون على شكل انبوبه شعريه مثل الكابلر تيوب، هاي تعتمد على الابلكيشن وتعتمد على التطبيق وتعتمد على اللود، يعني اللود او الجهاز المستخدم، ولكن كلها تؤدي لنفس العمل، معظمها تؤدي لنفس العمل. شنو عمل الاكسبانشن ديفايس؟ The expansion device is one component, واحد الأجزاء, that divides the high side of the system from the low side. يعني الإكسبانشن ديفايس هي الجزء أو الكومبوننت اللي راح يقسم لي المنظومة إلى high side و low side. كلنا نعرف أنه المنظومة الانضغاطية بصورة عامة تتكون من الكمبرسر، إذا بدينا من الكمبرسر اللي هو الهيرت أوف سايكل أو قلب الدورة، من الكمبرسر راح يصير انضغاط للريفرجرنت يروح وين إلى الكوندنسر، ومن الكوندنسر يروح وين إلى الإكسبانشن والف، ومن الإكسبانشن والف يروح للإيفابوريتر يلتقط الحمل الموجود وبالتالي يرجع سوبر هيت إلى الكمبرسر وتستمر الدورة. هاي الدورة إذا قسمناها إلى جزئين، جزء الهاي بريشر واللو بريشر. الهاي بريشر هو من الكمبرسر والكوندنسر، واللو بريشر هو الإيفابوريتر. الفرق بين هو اللي يقسم لي الدورة إلى هاي بريشر واللو بريشر هو الإكسبانشن ديفايس. يعني بالإكسبانشن ديفايس هو اللي راح يقلل الضغط من الضغط العالي إلى الضغط الواطي. بالإكسبانشن ديفايس أو وسيلة
التمدد من اسمها، يعني راح تقلل لي تفصل لي المنظومة إلى جزئين، هو الهاي بريشر واللو بريشر. والموقع مالته مثل ما قلنا يكون بين الايفابوريتر والكوندنسر، يعني بين الضغط العالي اللي هو العفو بين الضغط العالي اللي هو الكوندنسر والضغط الواطي اللي هو الايفابوريتر. شنو وظيفتها مثل ما قلنا؟ هي مسؤوله فور ميزرينج، يعني لتحديد correct amount of refrigerant to the evaporator. يعني هنا الاكسبانشن ديفايس او الاكسبانشن فالف هي مسؤوله على تحديد كميه بسيطه التبريد الواصل الى الايفابوريتر. كلنا نعرف بالايفابوريتر عندي مجموعه احمال حراريه، هاي الاحمال الحراريه تزيد او تنقص حسب الظروف، يعني مثلا عندي حمل حراري يزيد ينقص حسب الظروف. فحتى اظن انه يوصل لسوبر هيت بالسكشن لاين للكمبرسر، يعني قصدي بسيط التبريد الموجود بالايفابوريتر يجب ان يلتقط الحمل اللي موجود داخل الحيز وياخذه يودي وين؟ الى الكمبرسر حتى ينضغط. بسيط التبريد اللي يدخل الى الكمبرسر يجب ان يكون بخار 100% سوبر هيت، يعني بخار محمص. فإذا كان الإيفابوريتر حمل قليل ووسيط تبريد عالي جدا بدون تنظيم، يعني وسيط تبريد، فراح يؤدي لأنه الحمل اللي موجود ما راح يكفي حتى يحول لي كل وسيط التبريد الفلويد أو المائع أو السائل إلى بخار محمص. لذلك من الممكن أن تعبر بعض القطرات الماء أو السائلة من وسيط التبريد إلى الكمبرسر، وتعرف إذا دخل وسيط التبريد إلى الكمبرسر يمكن مع مرور الوقت راح يؤدي للكمبرسر ويفلت. لذلك أنا أحكي على المنظومات الكبيرة مو اللي بها قبل التيوب البسيطة. لذلك بالإكسبانشن والف يتحدد او اللي تنظم لي عملية مرور وسيط التبريد بكمية الكافية اللي تتناسب مع الحمل. بعد شوي راح نجي على بعض التفاصيل شلون تتنظم هذه العملية. مثل ما قلنا الايفابوريتر بيرفورم بيست وين ات از فول ليكويد ريفريجرنت اس بوسبل وذ نو ليفت ان ذا سكشن لاين. مثل ما قلت لكم الايفابوريتر هو يكون أداء ممتاز 100%. شو وقت؟ عندما يكون معظم الفلويد داخل الإيفابوريتر، ولكن هذا الفلويد اللي موجود أو السائل الموجود الليكويد الموجود الريفرجرنت ليكويد أقصد به اللي موجود بالإيفابوريتر لازم يتحول إلى سوبر هيت قبل ما يدخل إلى الكمبرسر. ليش؟ إذا العكس راح يؤدي للكمبرسر. لذلك أفضل أداء للإيفابوريتر أنه يدخل داخل الأنابيب أنه الليكويد، هذا الليكويد راح يسحب الحرارة واللود اللي موجود بالحيز راح يتحول إلى بخار، ومن ثم إلى بخار يتحول إلى سوبر هيت حتى يدخل إلى السكشن لاين اللي راح يسحب به إلى الكمبرسر. هاي هي عملية التنظيم اللي يقوم بها عملية يقوم بها الجزء هو الإكسبانشن ديفايس أو الإكسبانشن فالف. مثل ما قلنا الليكويد ريفريجرنت ذات انتر ذا سكشن لاين ماي ريتش ذا كومبرسر بيكوز اونلي سمول اماونت اوف هيت از ادد تو ذا سكشن لاين. يعني هنا اذا عندي الكومبرسر مثل ما قلنا اذا الحمل قليل محتمل انه يدخل الى الكومبرسر. الاكسبانشن ديفايس is normally installed in the liquid line between the condenser and evaporator. يعني موقعها وين الاكسبانشن ديفايس هو في معظم الأحيان توضع، يعني توضع بين الليكويد لاين على الليكويد لاين بين الكوندنسر والإيفابوريتر اللي هو هذا موقعها. يعني هسه هنا راح نشوف هذا المنظومة الانضغاطية كاملة، هذا الكمبرسر، هذا الكوندنسر،
هذا الإيفابوريتر وهذا الإكسبانشن ديفايس، هاي المنظومة الرئيسية والأجزاء الأجزاء الرئيسية للمنظومة. نبدأ من الكمبرسر. الكمبرسر وظيفته راح يضخ وسيط التبريد، بخار وسيط التبريد المحمص اللي جايني. وين راح ينضخ؟ راح ينضخ إلى الكوندينسر. الكوندينسر راح يبرده، يحول لي إلى سائل، يدخل إلى الأكيوميليتر. فهنا الاكيوميليتر هاي الاكسبانشن وول راح تسحب لي السائل وسيط التبريد من الهاي بريشر وتضخ لي الى الايفابوريتر. تكون هنا بارد، راح يسحب الحمل اللي موجود من هنا من الايفابوريتر ويرجع مره ثانيه وين سوبر هيت الى الكومبرسر وتستمر الدوره. إذا موقع الإكسبانشن فالف هذا السكشن على الليكويد لاين اللي هو صاير بين الإيفابوريتر، تابع بين الإيفابوريتر وبين الكوندينسر، هذا الكوندينسر وهذا الإيفابوريتر، هذا اللاين اللي واقع بيناتهم اللي يجب أن تكون الإكسبانشن ديفايس موجودة على هذا اللاين. في الإكسبانشن ديفايس بقى هنا أكو فد بالب موجود، موجود على اللاين اللي رايح وين الى الكمبرسر، هذا ينطي إعاز الى الاكسبانشن ديفايس. بقى هنا هذا بيود بيسائل ريفرجرنت راح ينطي إعاز، يتحسس درجة الحرارة هنا اللي يجب ان تكون سوبر هيت، ينطي إعاز الى هنا انه هنا درجة حرارة سوبر هيت زاد شوية، فمن زاد شوية لازم يسوي يقلل شوية هنا، يقلل فلو للرفرجرنت حتى يضمن لي انه السوبر هيت يوصل لي وين الى الكمبرسر، ونضمن انه ماكو سائل وصل لي الكمبرسر. يعني هنا مثل واقف يعني شلون الشرطي واقف هنا يشيك الغاز اللي رايح وين الى الكمبرسر، اذا عبرت بعض القطرات راح ينطي عاز الاكسبانشن فولف، قلل من الريفرجرنت، قلل شوية لأن ليش هو تكبر قطرات هنا؟ لأن اللود قل مثلا، فراح شي يصير راح تعبر بعض القطرات راح يتحسسها هو عن طريق درجة الحرارة، هو يتحسس درجة الحرارة هنا، درجة الحرارة للسوبر هيت معروفة، إذا زادت أو قلت راح ينطي عاز المن للإكسبانشن برضه يزيد أو يقلل الفلو حسب الحمل، وإذا زادت أكثر راح ينطي إعاز إنه افتح أكثر ويدخل وسيط تبريد أكثر، وهكذا هاي تكون عملية السيطرة بالإكسبانشن ديفايس. هاي وظيفة عندي أنواع طبعا للإكسبانشن ديفايس، من ضمن هذه الأنواع اللي نسميها ثرموستاتيك إكسبانشن فالف. الإكسبانشن ديفايس كان بي one of the following different type، اللي هي النوع الأول الـ A thermostatic expansion valve والـ automatic expansion valve والـ fixed bore اللي نسميها مثل الـ capillary tube حسب هذا الشكل. هسه لو نشوف هنا هاي الأنواع الإكسبانشن، معظم الأنواع الشائعة للإكسبانشن ديفايس اللي هو هذا نسميه thermostatic expansion device thermostatic، يعني هذا يستخدم البالب. مثلا نشوف هنا هذا بالب thermostatic، هذا كأنما thermostatic هنا يعني يقيس لدرجة الحرارة اللي موجودة هنا، ينطي عاز expansion device يقلل ويتحكم لي بالفلو اللي راح يدخل المن راح يدخل إلى الإيفابوريتر، هذا نسميه thermostatic expansion device. النوع الآخر اللي هو الأوتوماتيك، الأوتوماتيك إكسبانشن ديفايس إكسبانشن فالف، وهذا النوع الأخير الكابلوري تيوب اللي كنا نعرفه وكنا شايفينه بالمنظومات البسيطة، الثلاجة المجمدة، المكيف، يعني المنظومات البسيطة اللي نستخدم الكابلوري ديفايس كابلوري تيوب. اليوم راح نبدي نحكي على واحد واحد من عندهم. اليوم راح نبلش بالثرمو ستاتيك ديفايس، تفاصيل أجزاء مكوناته، كل جزء شنو شغله، شلون يشتغل، مبدأ عمله، رسوماته. والمحاضرة القادمة إن شاء الله راح نبدي بالأوتوماتيك والكابلري تيوب.
فنبدي أول شيء بالـ expansion، thermostatic expansion valve اللي هو نسميه TXV، thermostatic expansion valve، thermostatic T expansion X valve. Okay. The thermostatic expansion valve meter the refrigerant to the evaporator by using thermal sensing element to monitor the superheat. يعني هنا هذا thermostatic expansion valve meters يعني يحدد لي أو ينظم لي الرفريجرانت للإيفابوريتر. بشون ينظم لي باستخدام thermal sensing element to monitor the superheat. This valve open or close response to thermal element. The TXV maintain the constant superheat at evaporator. Remember when there is superheat, there is no liquid of refrigerant. مثل ما قلنا, the thermostatic expansion valve اللي هو هذا, حكينا احنا, ينظم لي كمية الفلو اللي راح يمر خلال الايفابوريتر. شلون ينظمها؟ ينظمها عن طريق هذا الثيرمال element اللي يحطه بيه. هذا الثيرمال element هذا يتحسس لي درجة الحرارة اللي موجودة هنا. بالاعتماد على درجة الحرارة هذا الشباب هذا بداخله refrigerant وسيط تبريد. هذا وسيط التبريد من راح يتحسس درجة الحرارة راح يتمدد هنا. شلون الثرموستات اللي موجود بالثلاجة وبالمجمدة اللي يعني يتحكم بدرجة الحرارة نفس الشيء. وهذا الثرموستات هنا موجود راح يبي وسيط تبريد راح يتحسس لدرجة حرارة السكشن لاين الموجود اللي يهمنا احنا السكشن لاين. فهي المفروض تكون سوبر هيت, المفروض تكون سوبر هيت. فهنا راح نعرف انه وصل بالاعتماد على درجة الحرارة راح تزيد او تنقص. هنا راح يتمدد هذا الوسيط التبريد عبر هاي الانبوبة الكابلري تيوب راح يضغط هنا على الدايفرام الموجود هنا راح يفتح الاوبن. هسه راح نفتح يعني راح نشرح بالتفصيل. فراح يفتح هنا راح يدخل بعض يدخل كمية وسيط التبريد داخل الايفابوريتر بالاعتماد على الحمل. كل ما يزيد الحمل هنا كل ما يزيد الحمل راح يزيد السوبر هيت. ليش؟ لان يعني الحرارة هنا راح تصير اكثر. فمن يزيد السوبر هيت راح ينطي عاز اكثر راح يفتح حتى يحافظ على درجه حراره السوبر هيت. يعني هنا السوبر هيت لازم ان تكون يعني ثابته ما يصير تزيدها اكثر من اللازم. يعني هنا عندنا سوبر هيت, هنا عندنا سيتنج للسوبر هيت. يعني هنا نقدر نسيت ايش قد نسوي سيتنج ادجستمنت هنا فيحافظ لي على درجة حرارة السوبر هيت. ليش؟ إذا زادت راح يفتح منها راح يدخل وسيط تبريد راح تقل. فيحافظ لي على سوبر هيت أو درجة حرارة ثابتة هنا بالاعتماد يقل اللود راح يقل الفلو لوسيط التبريد. فهذا مبدأ عمل الثرموستاتيك اكسبانشن ديفايس. مثل ما نعرف السوبر هيت is not desirable but small amount is necessary with this valve to ensure that no liquid refrigerant leaving the evaporator. معناه انه هنا اذا كان سوبر هيت كلش عالي هذا غير مرغوب به. ليش؟ لان هنا احتمال السوبر هيت يعني ما يؤدي, اذا كان كلش عالي معناه انه ما يؤدي الشغل المطلوب وبالتالي اللود زايد هنا ويعني ما الايفابوريتر ما مؤدي كل وظيفته كل كفاءته. لذلك كمية قليلة من السوبر هيت حتى نضمن فقط حتى نضمن انه ما يدخل لنا سائل الى الكومبرسر. يعني السوبر هيت معناها انه ليكويد ريفرجرانت. فاذا اسوي سيتنج هنا انا اعلي السوبر هيت راح يعبر هذا الغاز سوبر هيت بدرجة حرارة معينة راح يعبر ما ينطي اعاز انه يفتح مرة ثانية. لا الى ان يوصل سوبر هيت كلش عالي ويلا يفتح يمكن شوي هاي ما تفيدني. لازم سوبر هيت اقل ما يمكن هنا بس مجرد مثل ما قلنا نضمن انه هنا راح يدخل وسيط تبريد بدون اي قطرات. ولكن هنا السوبر هيت او هنا لان احنا نعرف الايفابوريتر حتى يحمل كل طاقه لازم الليكويد ريفرجرنت موجود داخل الايفابوريتر. يعني لازم اسوي بالانسنج موازنه بين
الايفابوريتر والسكشن لاين. يعني هنا انا صحيح اريد هنا ايفابوريتر، هنا انا اريد سوبريت، بس هنا انا اريد فلويد، الفلويد يعني ليكويد حتى يكون عالي الكفاءه. فلهذا لازم يصير موازنه اقل ما يمكن من السوبر هيت هنا المفروض تكون، واكثر ما يمكن من الفلويد يكون هنا، فالتوازن بين هاي وبين هاي حتى نحصل على الكفاءه الملي الايفابوريتر. كل هذا العمل يقوم به هو شنو هو الاكسبانشن ديفايز ميترنج اوف ريفريجرنت. مثل ما قلنا تي اكس تايم بي ادجستد تو مينتين ذا لو سوبر هيت. شوف لو سوبر هيت يعني اقل ما يمكن من السوبر هيت تو انشور ذات ذا ماجورتي اوف ايفابوريتر سيرفيس از بينج يوزد. This will give the refrigeration system higher net of effect. مثل ما حكيت انه هنا يمكن ان نتحكم ب الناضي مثل السيتنج ديفايس، يعني شلون البرغي من جوا تفره تتحكم بكميه السوبر هيت اللي تريدها. كميه السوبر هيت اللي احنا نريدها يجب ان تكون اقل ما يمكن. ليش؟ حتى يعني اذا صار هنا أنا سوبر هيت اذا عليتها عالي سوبر هيت كلش عالي، السوبر هيت وين يسحب؟ يسحب احتمال ياخذ نص الايفابوريتر، يعني نص الايفابوريتر عندك سوبر هيت. يعني بنهايته بنص مثلا نقول عندك سوبر هيت، هذا النص هو راح يكون خارج الخدمه، يعني ما راح ينقل لي درجه حراره من هنا، ما راح يصير انتقال مضبوط هنا. ليش؟ الانتقال المضبوط يكون ويا الليكويد ريفرجرنت وليس ويا السوبر هيت ريفرجرنت. لذلك لازم هنا نقلل السوبر هيت على مود تزيد من هنا كميه الفلو اللي داخل الريفرجرنت، ونضمن انه كل هذا الايفابوريتر هو راح يشتغل باعلى طاقته وباعلى. هذا مبدأ العمل الـ expansion device، أعتقد صار واضح. نجي هسه شغلك أنت كـ service technician should always، يعني أصحاب الصيانة أو المهندسين المشرفين should always دائما يكون الـ evaporator super heat to make sure that the evaporator is being fully utilized. When adjusting TXV, TXV معناها thermostatic expansion valve, care should be taken to do so thoroughly. يعني يجب أن تكون بعناية. The super heat spring adjustment should half to one full turn to time. هاي مهمة الله. The system should then be allowed to operate approximately 15 minutes before making additional adjustment. Evaporator super heat measures should be taken after each adjustment to help ensure the liquid refrigerant is not leaving the evaporator. Recommended evaporator super heat setting has follow high temperature الـ 10 إلى 12، الـ medium temperature evaporators من 5 إلى 10، low temperature evaporators من 2 إلى 5. شنو معناها هذه المهمة؟ بالنسبة للـ technician should always pick the evaporator super heat. يعني الـ technician حتى مرات مثلا التبريد يجي أنت مهندس صيانة، تبريد بهاي المنظومة قلت كفاءته، يعني تشوف أنه الـ evaporator هنا ما يقوم بكل واجب. لازم شو تسوي؟ تشيك سوبر هيت درجة الحرارة هنا لهذا، حتى لو بالتاتش تلزم الأنبوب تشوفه هل هو ساخن يعني أكثر من اللازم. إذا هنا السوبر هيت احتمال أنت هنا تشيكه بسوبر هيت وما يتناسب مع اللود الموجود. لذلك لازم تشيك السوبر هيت اللي موجود هنا. مثل ما قلنا ليش نشيك السوبر هيت؟ احتمال عالي مو لو، مو أقل ما يمكن. يعني احنا قلنا السوبر هيت هي درجات، احنا ناخذ اللي يفيدنا اقل ما يمكن من السوبر هيت. ليش ناخذ اقل ما يمكن؟ حتى نحصل اعلى ما يمكن من كفاءه للايفابوريتر. يعني هي نسبه وتناسب. هنا كل ما يكون اقل ما يمكن كل ما يكون اعلى ما يمكن للفلويد اللي راح يدخل الى الايفابوريتر. كل ما يكون هنا السوبر هيت عالي فهذا السوبر هيت وين راح يسحب؟ على الايفابوريتر، واحتمال يدخل للداخل فتقل كفاءه الايفابوريتر. فانت كتكنيشن لازم شو تسوي؟ تشيك الايفابوريتر او السوبر هيت للايفابوريتر او للسكشن لاين. اذا كان عالي جدا تحاول تقلله لاقل ما يمكن. شلون تقلله؟ عندك هنا ادجستمنت مثل البرغي موجود هنا، فره ونص، 1.5 انتبه لها هنا فور باور. The superheat spring adjustment to be turned to عكس حرارة الساعة direction about
one half to one. يعني من نص إلى واحدة full. Okay, then add the time. يعني تفر من مرة إلى من نص إلى مرة واحدة. كل جديد كل خمس وتترك السيستم يشتغل 15 دقيقة. يعني في مستوى ثلاثين مو فرت يعني فرت لا فرة فرة إلى نص فرة وتترك 15 دقيقة حتى تصير تثبت المنظومة. والتيك إذا كانت أيضا نفس الشيء ترجع مرة ثانية تسوي نفس العملية تقلل البي زين حتى توصل للريفرجنت المطلوب. بعض الريكومنديشن بعض النصائح هنا وإذا هاي تيمبريتر يعني الإيفابوريتر يكون يعني هاي تيمبريتر اللود بي السوبر هيت يكون من 10 إلى 12 إذا الميديوم من 5 إلى هاي درجة السوبر هيت هاي السوبر هيت اللو تيمبريتشر يعني أقل من الصفر بالإيفابوريتر من 2 إلى 5 the low evaporator temperature the more necessary it keeps the evaporator active with the refrigerant reduce the super heat مثل ما إن كل ما تكون قليلة درجة الحرارة بالإيفابوريتر تكون أفضل كفاءة المين للإيفابوريتر. هسه نجي بالنسبة للتي اكس الثرموستاتيك اكسبانشن فالفز. احنا كلنا دا نحكي وين؟ دا نحكي للثرموستاتيك اكسبانشن ديفايس اللي هو هذا النوع اي ثرموستاتيك اكسبانشن ديفايس. هسه نجي مكونات الثرموستاتيك اكسبانشن ديفايس. شنو مكونات؟ The TXV thermostatic expansion device consists of the valve, body, diaphragm, needle, and seat spring adjustment, operating gland, and the sensing bulb and the transmission tube. كل هاي مكونات من thermostatic expansion device اللي هي بينيها بهذا الشكل. حسنا نشوف هذا الشكل. هاي يعني تقدر أنت هسه تسوي صيانة أو ترجع تربطه المن للإكسبانشن thermostatic device اللي هو هذا مكوناته يعني نفسخ لك اياه حسب شكل مالته يعني تجي من تجي تريد تربطه او تجي تفسخه تعرف مكوناته وموقع كل واحد واسم كل واحد من اجل شنو. هسه هذا البروتكتيف سيت كاب هذا الادجستمنت سيت ستيم شوف هذا هنا من راح يجي هنا ها تقدر من عنده تسوي الادجستمنت يعني هذا من راح يجي يقعد هنا ينشد هنا نهاية بالفرة مالته راح يسوي adjustment إلمن راح يضغط على الدايفرام الدايفرام يضغط على السبرينج وهكذا. هنا عندنا السوبر هيت سبرينج باوع هذا يحدد لي كمية السوبر هيت. هو شلون يحدد كمية السوبر هيت؟ يحدد لي بالاعتماد على الضغط يعني كل ما أكبس السبرينج راح يحتاج قوة أكثر من السوبر هيت يعني يحتاج غاز بضغط أعلى حتى يكبس على هذا السبرينج ويفتح لي شويه فتحه على مود يفوت لي بسيط التبريد. كل ما تقل يعني رخاوه للسبرينج راح تكون عمليه الكبس مالته اسهل وبالتالي يفوت لي غاز اكثر او بسيط التبريد اعلى. هذا البن كارير هذا السيت الفالف بودي يعني هذا جسم الفالف كله يعني هذا كله راح يجي بالداخل. هاي النيدل بني وهاي الثرموستاتيك المنت نسميها. اوكي هذا بقى هاي الكابلر تيوب باوع هاي البلب مالته شوف هو قاطعها منه هاي البلب اللي راح تتحسس شوف هذا كله هو سدني كلهن وين راح يجن هذا كلهن راح يجن بداخل هذا الجسم هنا الحيز زين هاي ايش راح يصير راح يتحسس من هنا شوف هاي البلب تتحسس بها وسط التبريد راح يضغط وسط التبريد يضغط هنا على هاي النيدل هاي النيدل اكو الدايفرام مالتها تضغط وين على السبرنج وبتأدي الى فتح جزء من وسيط من الفالف وتعبر لي وسيط. راح نجي هسه على اجزاء اللي هسه شفناها راح نجي على جزء جزء ذا فالف بودي اول شيء وبعدين ذا دايفرام بعدين النيدل كل هذني شارح لك اياها يعني انا مأشر لك المهمات يعني بالاصفر البقيه تقدر تقراها يعني التفاصيل اكثر ايضا مطلوبه منك بس المهم يعني موجود بالاصفر اللي يعني معظم الشرح مركز به.
الكومن ريفريجن سيستم ذا والد بودي از ان اكيوريتلي ميكانيكال بيس، هي قطعه ميكانيكيه سوليد براس ستانلس ستيل مكوناتها هولدرز كومبوننت، يعني تاخذ جميع الاجزاء مثل ما قلنا داخل هذا ال يعني البودي. سم والد هاف ثيرد كونكشن، هو اللي هو نسميه اكسترنال ايكويلايزر، يعني هذا بعض الفولفات فيها external part نسميه equalizer. الجزء الثاني هسه احنا بدنا نحكي على جزء جزء، حكينا على الفالف، حكينا على الفالف، هسه نحكي على الدايفرام اللي هو هذا وانا اللي صاير بالداخل، هنا انا بالداخل يصير دايفرام. هسه اكو سكشن هنا الدايفرام، the diaphragm is located inside the valve body، يقع داخل الفالف بودي، اللي هو وظيفته انه يعني اريد من عندك تعرف شنو وظيفة كل جزء كل بارت من هذا الـ expansion device. وظيفة الدايفرام انه هو اللي راح يعني يضغط على النيدل حتى يفتح لي الفالف او يفتح لي جزء من الاوبننج اللي تمر من خلاله وسيط التمرين. اوكي ريسبونس لتو سيستم لود، ذا دايفرام از ميد اوف ثين ميتال معدن اندر ذا راوند دوم لانج توب اوف ذا وال فيجر 24 12. يعني هذا هسه لو نشوف دايفرام، بس تشوفون هذا الدايفرام هذا الدايفرام هذا الدايفرام هذا ما راح يجي هنا وسط التبريد، راح يتحسس درجة الحرارة، هذا وسط التبريد أو الغاز راح يضغط وين على الدايفرام، الدايفرام ايش بيه راح ينزل هذا البن، راح ينزل لي هذا البن، شوف هنا مثل البول هنا الإليت من تنزل من راح ينزل هذا، شوف شوي تكبرها حتى تعرف مبدأ عمله شنو. شوف هذا وسيط التبريد هنا، هذا البلب اللي إذا يقيس لي على السكشن لاين، هذا الإيفابوريتر راح يقيس لي درجة الحرارة هنا، يتحسس راح ياخذ الحرارة من السكشن لاين، ايش فيه راح يتمدد الوسيط بالداخل، راح يدفع لي الدايفرام هذا اللي موجود هذا الأورنج البرتقالي، راح يدفع وين حسب القوة مالته حسب السوبر هيت، راح يدفع إلى الداخل. شوف هذا النيدل الموجود هنا، النيدل ايش راح يسوي؟ راح يدفع لي هذا السبرينج، هذا السبرينج من يندفع راح ينزل راح يفتح، شوف هذا الاحمر اللي هو اللي يجيني يعني شلون احنا نقول من الكوندينسر، فهذا الاحمر راح يجي يدخل هنا، شوف راح يعبر كميه الفلو، راح تعبر وين؟ الى الايفابوريت، كل ما تنزل اكثر راح يعبر الفلو وهكذا. هذا القوة مالته هاي، شوف هاي تتناسب مع الادجستمنت، هذا الادجستمنت هنا اذا قوينا السبرنج هنا يحتاج الى قوة اكثر، يعني يحتاج الى سوبر هيت او الى ضغط اكثر، الضغط اكثر يحتاج الى حرارة اكثر حتى ينزل، اذا رفعنا راح يحتاج الى حرارة اكثر، فبهاي الطريقة راح تتم عملية السيطرة على الدايفرام اللي موجود هنا. هذا فيما يخص الدايفرام وشغله شنو. الجزء الآخر اللي هو النيدل هسه حكينا بيه، النيدل سيت كنترول ذا فلو اوف ريفرجرانت تو ذا فالف، ذي ار يوزد تو ميك ثينج ديفايس مينتين كلوز كنترول اوف ريفرجرانت، مثل ما قلنا النيدل هي مثل الأبرة او البسمار اللي تندفع وبالتالي تدفع لي السبرينج حتى تسمح لعملية وسط التبريد بالمرور والدخول الى الايفابوريتر. هذا بالنسبة للنيدل سيت. هاي هسه حكينا هاي النيدل باوع هنا، هي هاي راح يدفعها الدايفرام، راح يدفع النيدل، النيدل وين راح تدفع؟ هاي البول سيت موجود، راح تدفع السبرينج، السبرينج من يندفع راح يسمح لي بدخول وسيط التبريد. هذا شكله بالحقيقة، هاي الإكويلايزر. أوكي، هذا كريستيانال إكويلايزر، هذا ينظم لي هذا المقطع مال الثرموستاتيك، هذا مهم الرسم.
لا هذا الرسم مطلوب من عندكم. اوكي هذا بقى نفس الطريقة مثل ما قلنا، هذا شوف البالب، هذا البالب هذا نضيف هناك ماخذ مقطع إلى هذا البالب، راح يتحسس درجة الحرارة. هذا البالب بداخله موجود وسيط تبريد، وسيط التبريد راح يضغط على الدايفرام، الدايفرام راح اشوف هاي النيدل، هاي النيدل هاي راح تضغط وين على الدايفرام، لا هاي النيدل هاي هذا الرود. من راح تضغط شوف هذا النيدل شبيه راح ينزل، راح ينزل فايش راح يصير، راح يفوت من هنا هذا الانليت راح يدخل هاي النيدل، من تنزل من تنزل هاي النيدل راح شي يصير، راح يدخل وسيط التبريد ويعبر وين للاوتلت. هاي بقى هاي هنا مكبرها شوية، هاي النيدل شوف اللي هو من خلالها يمر وسيط التبريد، هذا الان وهذا السبريد اللي سوينا على سيت. السبرينج عرفنا شنو وظيفته، السبرينج اللي هو السوبر هيت نسميه سبرينج، هذا القوة مالته وتعتمد على الادجستمنت مالته تعتمد على كمية السوبر هيت. شلون مبدأ عمله هو هذا؟ هنا طلع عندنا السبرينج هذا اللي الدايفرام راح يضغط على السبرينج، الدايفرام راح يضغط وين؟ راح يضغط على السبرينج اللي بيه الرود اللي بيه النيدل. فقوة السبرينج هنا تعتمد على قوة الدفع هنا، كل ما تكون قوة الدفع هنا أو الضغط هنا عالي راح السبرينج شو يصير بيه؟ ينزل أكثر، من ينزل راح تكون الفتحة أكبر، من تكون الفتحة أكبر راح يمر وسيط تبريد أعلى. شوف هذا وسيط التبريد بالجوزي اللي هو من الكوندينسر الجاي، وهذا اللي رايح للايفابوريتر، يعني هذا كله وسيط تبريد. مبدا عمله شنو؟ هنا راح يتحسس، تابع وياه، هنا راح يتحسس البلب، راح يزيد الضغط مثلا خلينا نقول 10، السوبر هيت هنا 10، خلينا نقول مثلا العشرة راح تضغط لي هنا تنزل لي مثلا 1 سنتيم او 1 اثنين او خلينا نقول 1 ملم على سبيل المثال. العشرة الضغط مالته راح ينزل الدايفرام 1 ملم، معناها السبرينج راح ينزل 1 ملم، معناها الفتحه 1 ملم، فوسيط التبريد اللي راح يدخل راح يدخل على اساس 1 ملم وانتهى الموضوع. اذا زاد السوبر هيت هنا مثلا كان 10 خلينا نقول صار 20، اذا صار 20 راح تنزل مثلا السبرينج هنا الضغط اللي راح يكون لي انا مثلا راح ينزل 5 ملم، ال 5 ملم راح تنزل يعني الضغط راح تنزل السبرينج الى 5 ملم، يعني ينزل لي 5 ملم الفتحه هنا راح تصير 5 ملم، وبالتالي كميه الفلو اللي راح يدخل راح يدخل اكبر باعتبار الفتحه كانت 1 ملم صارت 5 ملم، فالفتحه تكون اكبر، فهذا السبرينج هو اللي يتحكم بالكميه. قوه هذا السبرينج تعتمد على السوبر هيت، يعني مثلا انا ما اريد اذا صار 15 اريدها تبقى 1 ملم، ما اريدها تزيد هوايه وتصير تبريد، فايش اسوي؟ اسوي هنا بالسكرول هنا اقوي السبرينج، يعني شويه اضغط على مود الواحد من ال 15 سوبر هيت، راح تلقى سبرينج قوي، ما راح يعني راخي وبسرعه يمكن، لا راح تلقى سبرينج، يعني انا سويت له ضغط هنا، ضغطت السبرينج هنا، هذه الادجستمنت، هاي عمليه الادجستمنت. وإذا رفعته بعد نفس الشيء. بهاي الطريقة طبعاً الفرة مالته مثل ما قلنا، هاي الفرة مال سبرينج فرة ونص فرة، وننتظر 15 دقيقة على مود يصير ستيدي ستيت وقيس السوبر هيت. هذا السبرينج نسميه سوبر هيت سبرينج، اللي هو يتحكم بكمية الفلو. شلون يتحكم بكمية الفلو؟ بالاعتماد على السوبر هيت. ليش؟ لأن السوبر هيت هو اللي راح يتحول الحرارة إلى ضغط. ليش؟ لأن هنا الحجم محصور، هذا الحجم المحصور مثل ما قلنا الفوليوم كونستانت فوليوم يتحول إلى ضغط على السبرينج. وبالتالي إذا تذكرون أخذنا مسألة بالثرموداينامك في الصف الأول مال سبرينج وشلون يصير يعني موازنة قوة السبرينج، فهو يعمل على هذا المبدأ. هذا بالنسبة لمن للسبرينج.
وتفاصيله، كل التفاصيل اللي حكيتها هنا موجوده داخل هذا الشرح. هاي البلب وهذا الدايفرام، كل ما يكون هنا البلب او السوبر هيت عالي راح ينزل هذا الدايفرام، بالتالي راح يسوي له ضغط. هاي الكابلري تيوب، هذا الكابلري تيوب اللي موجود هنا، وهذا كل الحكي اللي حكيته والتفاصيل هي موجوده داخل هذا البارت. ان شاء الله اذا صار الدوام يعني نشوفه بالورشه، هذا موجود نحاول نفتحها ونشوف شنو الاجزاء الداخليه بالبارت. السنسنج بالب اند ترانسميشن تيوب، سنسنج بالب يعني اقصد به هذا الجزء اللي ارجع، هذا السنسنج بالب والترانسميشن تيوب او الكابلري تيوب اللي هو هذا مبدا عمل، انه هنا راح يتحسس الضغط او الغاز اللي موجود هنا راح يتحسس لي الضغط او درجه الحراره، درجه الحراره راح تحول الى الوسيط التبريدي اللي موجود بالداخل، هذا وسيط التبريد راح يتكون به ضغط، يضغط لي على الدايفرام الموجود هنا ومثل ما قلنا يؤدي عمل. فهذا الترانسميشن تيوب او الكابلري تيوب، وهاي البولب اللي وين تنشد، هاي موقعها، موقعها يكون على السكشن لاين، هاي اللي تضمن لي عدم دخول البخار او دخول السائل او قطرات السائل المن الى الكمبرسر. هنا البولب تشارج، يعني البولب هو اما يكون ليكويد يعني كروس تشارج، فيبر تشارج، وكروس فيبر تشارج. هذا بس اريد من عندكم هاي، يعني هنا أنا كل وحده شارحها شنو اطلع عليها، بس اللي مطلوب من عندكم طريقه التشارج انا اسوي لكم اياها بالاصل. هاي كل وحده الليكويد تشارج شارح عليها والفيبر والى اخره. هنا الاكسبانشن example of thermostatic expansion valve function with an internal equalizer. هسه راح يدخل الايكولايزر بالموضوع. الايكولايزر هو تقريبا عمليه تنظيم. هنا انا منطيني في المثال انه شلون نسوي سيتنج الى الثرموستاتيك اكسبانشن فالف. مثل ما قلت لكم هنا الاكسبانشن فالف يعني يعتمد السوبر هيت. هنا مثلا ايش قد اريد اللود اللي موجود هنا، مثلا عندي اللود زاد، فايش اسوي سيتنج للاكسبانشن فالف هنا بحيث اذا كان هو السوبر هيت خلينا نقول 10 اسويه 2 اقلله. ليش؟ لان عندي اللود زاد، فاظل اسوي سيتنج كل ربع ساعه الى ان اتاكد انه هنا السوبر هيت وصل لي اقل ما يمكن من السوبر هيت، وبالتالي راح تكون العمليه ناجحه. شوف هنا السيتنج شلون يكون، يعني هنا البلب اللي هو 26 بي اس اي، هنا السبرينج زائد الايفابوريتر، ضغط السبرينج زائد الايفابوريتر لازم يوازي لي ضغط البلب. هذا الشغل الدايفرام، هذا كمثال. يعني مثلا لو اقول لك السبرينج هل قد بي اس اي مالته، والايفابوريتر هل قد ضغطه، ايش قد المفروض يكون البلب بي اس اي، لازم يقول لي هذا زائد هذا، يعني بالمثال حتى تسوي سيتنج له. اذا كان عندي اكسترنال ايكولايزر، شوف هنا 3 بي اس اي اير كونديشنينج ابلكيشن، يعني الايفابوريتر of in design and applied with a pressure drop from the inlet to outlet. This pressure drop may be created distributor located after the expansion valve along or along pipe circuit. An external equalizer is required whenever the pressure drop of the exceed. يعني شو وقت احتاج الاكسترنال ايكولايزر؟ عندما يكون الايفابوريتر يتجاوز 3 بي اس اي، 2 بي اس اي، 1 بي اس اي المن للو تمبرتشر، وهاي الكوميرشال ريفريجريشن ابلكيشن، وهاي الكونديشننج ابلكيشن. اوكي، هاي بالنسبة للإيكولايزر. المحاضرة تجي ها الثيرموستاتيك اكسبانشن فالف ريسبونس تو ذا لود تشينج، مثل ما قلنا هنا انه
السيتنج مالته يعتمد على اللود، كل ما يكون اللود عالي لازم اسوي سيتنج من الاكسبانشن فالف على مود يتحسس لي سوبر هيت. ليش؟ لان هنا الايفابوريتر اذا كان عندي لود عالي جدا راح يكون انه شوف هسه هنا بدا يصير سوبر هيت، بدا يصير من اول من اللوب الاخير بدا يصير سوبر هيت. زين انا احاول خلينا نقول مثلا اذا اريد اخذ فول الايفابوريتر اذا يكون فول performance او الافشنسي مالته عاليه جدا، هذا اللوب هنا أنا عندي صارت بي عندي خساره. ليش؟ لان هنا بدا منا يصير سوبر هيت، فهذا اللوب كله بالخساره ما راح يفيدني بعمليه الصالحه. اقول شوف ليش شلون عرفت منا صار سوبر هيت؟ يعني كرسم انه شوف هذه النقاط هنا أنا بدات تطلعها، معناها هنا بدا عندي السوبر هيت. المفروض نقول لهنا أنا يسوي كذا، بس لهنا مقبول. اذا ما سويت سيتنج هذا السوبر هيت راح يجي ياخذ لي مثلا في الثلاث لوبات بعد يبدي منها سوبر، معناها هذا الجزء كله هو خارج الخدمه. اوكي، وهذا يؤدي الى اللي من الكفاءات. حتى ازيد ايش اسوي؟ اخلي يدخل لي وسيط تبريد اعلى لمود هذا السائل ينتشر كل الايفابوريتر الى ان يوصل لهنا ويبدي يصير سوبر هيت على مود اضمن انه السوبر هيت ما يدخل الى الكومبرسر. فشلون ادخل سائل اكثر؟ اقلل من السوبر هيت، هنا درجه حراره السوبر هيت اقللها. من اقللها بالسيتنج راح يفتح هذا مثل الفولف، فتح يدخل لي سائل من هنا ويرجع ينسحب مره اخرى فزيد كميه السائل الداخل الايفابوريتر. هاي عمليه السيتنج هي شلون تكون بها اوتوماتيكيا مع اللود المستخدم او الموجود هنا. انا راح اسوي عمليه تغيير المحاضره تجي ان شاء الله لهنا ان يعني نكتفي بالاكسبانشن ثيرموستاتيك اكسبانشن وولد ديفايس. المحاضره القادمه هنا راح نشرح على سلكشن للثيرموستاتيك اكسبانشن وولد، وراح نشرح على الاوتوماتيك والكوبلر تيوب، وننهي موضوع الاكسبانشن ديفايس، وننهي موضوع الأجزاء الرئيسية للدورة الانضغاطية. وأيضا يعني بنهاية ما نخلص الإكسبانشن والف راح عندنا مجموعة من الريفيو كويستشن اللي مطلوبة من عندكم تحلوها. ريفيو كويستشن لهنا نخلص المحاضرة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل المحاضرة. شكرا.